السلام عليكم ورحمة الله. بينما العالم كان ينتظر 29 من يونيو بفارغ الصبر من أجل أن يشاهدوا عودة كونور ماكريغر إلى النزالات، وخاصة أمام مقاتل خطير مثل ميشيل شاندلر، ولكن وللأسف كونور ماكريغر قد تعرض للإصابة في الأرجل وتم إلغاء هذا النزال. والآن دانا وايت ولكي يعطي الحياة لحدث 303 جلى مقاتل الساموراي جيري بلوهانسكا ووضعه أمام نزال انتقامي أمام الوحش الفتاك أليكس بيريرا. واليوم سوف نشهد نزال رهيب جدا ما بين هؤلاء الوحوش، وهل أليكس بيريرا سوف يدافع على لقبه أم لا؟ هذا ما سوف نعرفه في هذه الليلة. وكل من يرغب بمشاهدة هذا النزال كل ما عليه أن ينزل الأول تعليق مثبت، اضغط على الرابط ومن بعدها سوف تنتقل إلى صفحة البث المباشر، وهذه البثوث سوف تفتح على الساعة 11 بتوقيت المغرب وعلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. وأما الحدث الرئيسي سوف يبدأ بتوقيت المغرب على الساعة 3 صباحا وعلى الساعة 5 بتوقيت مكة المكرمة. وأتمنى أن نشاهد نزال رهيب ما بين هؤلاء المقاتلان، وطبعا سوف يكون رهيب. ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. كان معكم محمد المحسيني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله.